بتوجيه من محافظي صلاح الدين الدكتور أحمد عبد الله عبد وبإشراف مدير بلديات المحافظة، انطلقت حملة كبرى لتنظيف الشوارع والأفرع الرئيسية في قضاء بيجي، وشملت الحملة منطقة حي العصري، فيما تم الاطلاع على الأحياء الأخرى في القضاء لغرض شمولها بالحملة. وأكد مدير البلديات أنه وجه باستنفار الملاكات الخدمية والهندسية والآليات للمشاركة في الحملة، مشيرا إلى رفع أطنان من النفايات والأنقاض والسواتر الترابية لتهيئة القضاء لاستقبال العوائل العائدة من النزوح.